والله انا داير اختصر لك الموضوع ده كله. الحق ده يا ناس واحد باختصار، طالما في حق معناه في شنو؟ باطل. والله سبحانه وتعالى في القرآن ما قال الباطل كذي وكذي وكذي وكذي، وعدد كل انواع الباطل بالتفصيل، وراك الحق. ثاني اي درب غير الحق ده فماذا بعد الحق الا شنو؟ الا الضلال. وقال تعالى: وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ما قال ولا تتبعوا السبيل، الباطل طرقه كثيره. بعدين الباطل ده نفسه بيختلف عليه دركات، في باطل مخرج عن المله، وفي باطل من اهل المله لكنه مبتدع، وفي المبتدعه تلقى زول مسائل الدين كلها جايبه تمام الا مساله واحده بدعته وعلى خطر طريقه ضلال، لكن تلقاه شنو؟ مساله واحد مسالتين كلهم تتركه، ابقى بس على الحق، لا حماس لا طالبان لا القاعده لا داعش لا انصار سنه لا صوفيه لا اخوان مسلمين لا حزب تحرير لا اي طائفه من الطوائف، كلهم خليهم. لانه الامام محمد امان الجامي رحمه الله تعالى من المشايخ المعاصرين قال كلام حق. قال شنو؟ قال في شرحه للاصول الثلاثه، قال: يسأل العبد في قبره: من ربك؟ فيقول: الله. فيقال: ما دينك؟ فيقول: الاسلام. فيقال: من هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ او من نبيك؟ فيقول: محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال دي أسئلة القبر. قال: ولا يسأل العبد عن حزبه ولا عن جماعته ولا عن طائفته ولا عن قبيلته ولا وطني، ده كله كلام سهل، وإنما تسأل عن الدين والجواب الإسلام. ما تضيع زمن تاني ولك ناس فلان وناس كذي وديل قالوا فيهم الناس ده شغالين، ده بقول في ده وده بقول في ده، كلهم خليهم. قالوا كنت تابع لشنو؟ صار سنة؟ لا. صوفي؟ لا. أخو مسلم؟ لا. حزب تحرير؟ لا. أيوة عرفتك. صفوجي؟ لا. مع ناس مزمل؟ لا. مع ناس حسن عطا الله؟ لا. ناس نزار هاشم؟ لا. انت مع منو؟ انت مع منو؟ والله انا غايته خليني لك، انت مع منو؟ انا مع الرسول عليه الصلاه والسلام، والدرب واضح. ثاني في شنو؟ في زول بيقدر يطعن فيه؟ واحد لما انكترت الشغله قال له: انا بسمع التسجيلات والله في الموبايل. ده شيء خدار، انت اجرحه اجرحه الموبايل، تقدروا تجرحه؟ الا تقول صيني ولا بطاريته ضعيفه. تقدر تجرحه؟ ما في كلام كثير وضياع زمن ساي، ما تبقى مع اي زول يا زول، ولا معانا ولا مع فلان ولا مع كذي، ابقى بس حر مستقيم حتى تلقى الله تعالى. ناس جو بالحق اقبل الحق، جو بالباطل اترك الباطل. الناس اللي عرفتهم على باطل من البدايه اتركهم ابعد منهم. فده الجواب على السؤال. جزاك الله خير، بارك الله فيكم، صلى الله وسلم على نبينا.